تحية طيبة. تتسارع الأحداث في المنطقة وتتعمق لتصل كما يراها مراقبون إلى نقطة لا عودة. كيان العدو الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى حرب شاملة، تراها إسرائيل حربا وجودية ويراها محور المقاومة حرب وجود ومصير. في ذروة هذا التصعيد نحيي اليوم ونحيي اليوم عيد الجيش العربي السوري الذي غرس فرسانه في كل شبر من أرض الوطن حصنا من شرف وإخلاص. لقراءة التطورات الأخيرة أرحب بالباحث في العلاقات الدولية الدكتور فريد ميليش. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. ومن بيروت وعبر خدمة سكايب أرحب بالكاتب والإعلامي شوقي عواضة. أهلا ومرحبا بك أستاذ شوقي. أهلا. نبدأ الحوار بعد الفاصل لو سمحتم. دكتور فريد أبدأ معك من نهاية التقديم. اليوم 1 آب وهو عيد الجيش العربي السوري. هذا الجيش الذي امتحن في انتمائه، في إخلاصه، في شرفه، وكان الأول بين مؤسسات الدولة أو ككل المؤسسات، لكن هذا ديدن الجيش العربي السوري منذ تأسيسه حتى الآن. لكن في الاختبار الأخير، نحن نقول اختبار، هو دائما كل المعارك اختبار، لكن ليس في ولائه وليس في انتمائه. في المعارك الأخيرة كان في وجه الإرهاب بكل أشكاله. على رأس هذه الأشكال هو الإرهاب الصهيوني الذي يعني لا ينقطع، وكذلك التكفيري. اليوم في عيد الجيش، هل انتهى هذا الامتحان؟ طبعا لا. تحية الإكبار والإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار وشهداء الجيش العربي السوري ولجنودنا البواسل ولجيشنا العقائدي البطل ولقائد هذا الجيش السيد الرئيس بشار الأسد، لم ينتهي ولن ينتهي. إنها سوريا وهو جيش سوريا. عندما نقول جيش عقائدي، إذن هو جيش ينتمي لهذا الشعب، ينتمي لتطلعات هذا الشعب، وهو المؤسسة التي ثبتت واستطاعت عبر الأزمة وقبل الأزمة وستبقى لما بعدها، المؤسسة التي حمت عرين هذا البلد وجعلته حتى اليوم وفي المستقبل قادر أن يقول كلمة سوريا. وبالتالي هي معادلة منطقية. هذا الجيش الذي بني على أسس حقيقية، هذا الجيش التي تسلح بعقيدة البعث وعقيدة الانتماء وروح المقاومة، وهي جميعها مدرسة القائد المؤسس حافظ الأسد. أستاذ شوقي، في نفس السياق نحن نتكلم عن المقاومة، وديدن الجيش العربي السوري هو المقاومة، وكذلك كل المقاومات العربية الشريفة في وجه الكيان. يعني السياق كما قلت متصل. نحن الآن في مسار تجاوز التصعيدي ليقف على حافة الهاوية، لكن قبل كل شيء نقدم العزاء في أيضا فارس من فرسان التحليل السياسي الدكتور الأمين أمين حطيط. عزاؤنا كبير به، وعزاؤنا كبير أيضا في القامات الكبيرة التي ارتقت البارحة. أستاذ شوقي، ما الذي يجري؟ هل نحن الآن عند نقطة لا عودة فعلا فيما جرى البارحة في هذه الاغتيالات الضخمة الفجة الصارخة وقطف قيادات كبيرة؟ بداية مبارك لسوريا ولشعبها ولفخامة الرئيس بشار الأسد بعيد الجيش السوري. هذا الجيش الذي أثبت بأنه قادر على كسر المعادلات وتجاوز كل المحن التي مرت بها سوريا ليخرج بها منتصرة وليعيد
للعروبة مجدها. ما يجري اليوم هو محاولة من نتنياهو الغريق في غزة من أجل إغراق المنطقة في أتون الحرب. بعد فشله في غزة خرج يبحث عن انتصارا واهما عندما استقبل في الكونغرس الأمريكي وسط التصفيق كبطل الحرب. يبدو أن الأمريكي زاد من جنونه من خلال هذا الاستقبال، فلجأ إلى عمليات الاغتيال، وهذا دأب العدو. لم يقدم جديدا نتنياهو من خلال عمليات الاغتيال. في السابق قام الكيان الصهيوني بعمليات اغتيال عديدة، عندما اغتال السيد عباس الموسوي، عندما اغتال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتح الشقاطي، إضافة إلى الشيخ أحمد ياسين. كل الاغتيالات لم تزد المقاومة إلا صلابة وقوة ودفعا وإصرارا على استمرار مشروع تحرير فلسطين. ما يجري اليوم هو حرب أمريكية. من يقول بأن أمريكا لا تريد توسعة الحرب؟ لا، أمريكا هي من تدير الحرب، وأمريكا هي من تريد إغراق هذه المنطقة وتصدير أزماتها وتصدير أزمات الكيان الصهيوني للخارج. أعتقد أن اليوم المعادلة هي أن العدو لم يقدم أي شيء جديد، فنحن نعرف هذا العدو وغدره، لكن الجديد في الموضوع اليوم هو ما تقوم به المقاومة وفصائل المقاومة من إيران إلى اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. اليوم المقاومة باتت تضرب في العمق الصهيوني. عندما يقوم نتنياهو بعمليات الاغتيال هذه، وعندما يكون قبل أن يقدم على هذه العملية يرسل الوسطاء الدبلوماسيين أمريكيين وغربيين من أجل تطمين لبنان بأنه هناك ضربة، ولكن لا يجب الرد، وكان إصرار المقاومة ورد المقاومة واضحا بأن أي ضربة مهما كانت صغيرة أو كبيرة سيتم التعامل معها على أنها عدوان، وهذا ما سيحصل. عندما قاموا باستهداف ميناء الحديدة أيضا، عندما قاموا باستهداف سوريا أمس أيضا والعراق، يعني هناك اتساع لرفعة الحرب. هو يريد أن يثبت لمستوطنيه بأنه أنجز الكثير من الانتصارات، ولكن هذا ليس انتصارا، بل هو يعني يأتي ضمن عملية الصراع وهذه الحرب. هناك يعني أمنيات هؤلاء القادة وأمنياتهم على مدى الحياة بأن يكونوا شهداء وأن يختموا حياتهم بالشهادة. نعم. اليوم بانتظار كلمة السيد حسن نصر الله سيكون هناك اتجاه آخر باستطاعة نتنياهو أن يطلق الطلقة الأولى للحرب، ولكن تبقى المقاومة هي صاحبة الرشقة والطلقة الأخيرة، ولا يستطيع أن يحدد نهايات ونتائج هذه الحرب. دكتور فريد، بالسياسي بالتحليل السياسي، يعني البارحة كان في عملية مركبة استهدفت لبنان، بيروت تحديدا والضاحية على وجه التحديد، استهدفت إيران وطهران، وفي مناسبة تنصيب الرئيس الإيراني، واستهدفت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه. بشق اغتيال إسماعيل هنيه أيضا كمان لحالة كانت مركبة، قلنا بأراضي طهران ورمزية المناسبة والشخصية المستهدفة. صحيح. فبالتالي أنه بالشكل بالمضمون، شو هي الرسالة مبدئيا قبل ما ندخل بالتفاصيل؟ في رسالة إسرائيلية ويبدو أنه قوية جدا، رسالة إسرائيلية أمريكية إلى إيران. صحيح. أولا أتفق مع الأستاذ شوقي فيما قاله بأن سلسلة الاغتيالات الصهيوني لمقاومين وقادة لم تتوقف، وتاريخهم معروف وغطرستهم معروفة، ولكن لا أستطيع في التحليل السياسي إخراج ما حدث خلال اليومين الماضيين من سلسلة الاغتيالات، ولكن يجب أن أعطيها حقها في التوقيت والزمان والمكان ونوعية المستهدفين. إذا كان الكيان الصهيوني قد بدأ حرق الخطوط الحمراء بقصف دمشق للقنصلية الإيرانية، وقامت جمهورية إيران برد للردع، وتحدثنا عنه في حلقة سابقة،
لردع هذا الكيان عبر آلاف الصواريخ والمسيرات، واعتقدنا فيما بعدها أنها ستذهب للتعقل. لكن الذهنية أيضا التي تحدث عنها صديقنا في بيروت، وهي الذهنية الغربية، الذهنية الأمريكية، الغطرسة الصهيونية، نتنياهو، حكومة الحرب، أيضا الشارع الصهيوني، الشارع الإسرائيلي بين قوسين، كلها مسألة مركبة لا نستطيع اليوم أن نخرجها وأنها مجرد سلسلة اغتيالات. لا، هي تدافع باتجاه صنع حالة يراد أن تحدث، قد تكون هي الحرب أو تسويات. دائما في علم السياسة مع الحروب توضع الحروف الأولى للاتفاقات بطريقة أو بأخرى. 9 أشهر والكيان الصهيوني إن تحت. لماذا يكرر نتنياهو أو سواه اليوم مقولة أن ما بعد 6 تشرين غير ما قبل؟ على ماذا يتحدث؟ جيش يتحدث بأسطورة، الأداء واحد يعني تماما تماما، يتحدث بأسطورة، لم يستطيع أن يوقف مجاهدي حماس من التأثير، رغم الجرائم والآلة العسكرية والقصف والاستهداف والعنجهية والقوة الدولية والبارجات الغربية في المتوسط، ولم يستطيعوا أن يوقفوا حتى اليوم فيما حدث بقصف غزة صباح اليوم واستهداف أيضا أحد المقاومين. كلها مسألة أساسية لكن لن نخرجها من التوقيت، التوقيت هام جدا. المنطقة تغلي، العالم اليوم لديه الكثير من المعطيات العالمية والإقليمية. بتقصد بالتوقيت دكتور مثلا ممكن يكون له علاقة بالانتخابات الأمريكية مثلا؟ إحداها ليست فقط الانتخابات الأمريكية. الآن عودتنا الإدارات الأمريكية في بداية تكوينها أن تضع خطة عملها ل4 سنوات، وفي العام الأخير عندما يذهب المواطن الأمريكي والسياسي الأمريكي باتجاه الصندوق يريدون إشغال هذا المواطن بأحداث خارج الولايات المتحدة ومنها ما يحدث، والشرق الأوسط بؤر التوتر لم تتوقف وهي ساغنة، وهذا ما تحدثت عنه بأن المنطقة تستعر ويراد إحداث. ولكن أيضا من يحدد توقيت المعركة وزمانها ومكانها وأحداثياتها؟ لا أعتقد أن الأمريكي والصهيوني سيفرض توقيت هذه المعركة. يعني بتتفق مع الأستاذ شوقي أنه المقاومة هي اللي بتحدد توسعة الحرب، لكن أوليست المقاومة هي من فرضت 6 تشرين؟ نعم. إذن أين الفعل ورد الفعل؟ الفعل مقاومة ورد الفعل صهيوني حتى الآن. طيب أستاذ شوقي، يعني أنه التصعيد الإسرائيلي كبير كتير، يعني ورغم هيك قادرة، اللي شفناه أنه تاريخيا قادرة أنه المقاومة ومحور المقاومة أنه يهضم الحالة ويدرس الرد. لكن خليني بالساحة الإيرانية لو سمحت. يبدو أنه في اختبار كتير كتير كبير وجدي وعميق للرئيس الإيراني الآن، الذي هو معروف أنه يعني معتدل، مد يد الحوار إلى الغرب، تعهد بخفض التوتر مع الغرب وتحديدا مع أمريكا. الآن أمامه اختبار كبير، شفناه المبارح بغرفة عمليات للرد على إسرائيل. أعتقد أن نظرية الاعتدال، لا اعتدال مع الكيان الصهيوني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هناك عداء مطلق لهذا العدو، هناك سياسة واحدة متبعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهناك قرار بالرد على أي عدوان سواء كان مصدره أمريكيا أو إسرائيليا. بالنسبة للجمهورية الإسلامية أثبتت بالتجربة وستثبت الآن من جديد بأنها قادرة على هذا الرد، وما قاله قائد الثورة السيد علي خامنئي بأنها ستدفع ثمنا غاليا ظاهرا، سيدفع الكيان الصهيوني ثمنا غاليا وسيكون عقاب كبيرا على هذه. أولا لأن الكيان الصهيوني اخترق سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثانيا لأن الدكتور إسماعيل هنيه الذي يمثل رمزا من رموز المقاومة الفلسطينية، وهو يعني كان على تواصل دائم من أجل المفاوضات ومع المفاوضات، عندما يقدم الكيان الصهيوني على اغتيال الدكتور إسماعيل هنيه، هذا يريد أن يوصل رسالة مفادها
بأن أي مفاوضات لا نريدها مع الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، لربما أن الكيان الصهيوني رغم ما قام به ورغم الأهداف التي قام باغتيالها من قيادات، فإن أنه لم يحقق شيء سوى عملية الاغتيال، الاغتيال للقائد فؤاد شكر السيد محسن والدكتور إسماعيل هنية، لم تمنع عمليات المقاومة في غزة، لم تحرر أسرى العدو الإسرائيلي، لم تمنع عمليات المقاومة في جنوب لبنان، وبالتالي فإن عملية استعادة الردع لجيش العدو الإسرائيلي باتت مهشمة أكثر. وما أقدم عليه الكيان الصهيوني في محاولة لإثبات بأنه هو الأقوى وله اليد العليا، هو على عكس ذلك تماما، وسيظهر ذلك خلال الأيام والساعات القادمة من خلال عمليات الرد التي سيقوم بها محور المقاومة وليست المقاومة في لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذا نحن أمام مشهد جديد وأمام مرحلة جديدة من الصراع، حتى لو تدخلت أمريكا لابد من التذكير أن حزب الله عندما بدأ صراعه، بدأ صراعه مع الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، عندما ذهبت حملت الطائرات نيوجيرسي عام 1982 وتجر وخلفها تجر أبيال الهزيمة والانتكاسة وتحمل على متنها العديد من توابيت قوات المارينز. إضافة إلى ذلك، يعني المقاومة ومحور المقاومة اليوم بات أقوى حتى مع استشهاد وبعد استشهاد القائد محسن شكر وإسماعيل هني. لا أعتقد بأن المقاومة ستنتهي بهذه الطريقة، بل ستزداد، وعملية الثأر ستكون أكبر وعملية الرد ستكون أكبر، وبالتالي هلأ أستاذ شوقي أن يتحمل يعني ما جنت يداه وسيدفع الثمن. وأعتقد أن الأيام القادمة استاذ شوقي يعني حتى يعني صار بالذهنية العربية وأيضا عند الإسرائيليين الرد حكما قائم، رد المقاومة وتحديدا حزب الله. لكن السؤال، هذه الردود، هذا الفعل من إسرائيل، الرد من حزب الله، عم يرتفع المستوى، عم يصير تصعيد. السؤال، هل نذهب إلى حرب شاملة في المنطقة؟ خاصة بدي أرجع أذكر الأسبوع الماضي عندما كان السيد الرئيس بشار الأسد في موسكو، كان هناك تصريح لافت للرئيس بوتين عندما قال المنطقة إلى التصعيد وخاصة في سوريا، كان لافت جدا هذا التصريح. فبالتالي نحن شفنا هذا التصعيد. نعم، يعني اليوم أعتقد أن عملية الرد ستكون يعني على مستوى الجريمة التي ارتكبها الإسرائيلي. أعتقد أن استهداف تل أبيب أو غوش دان أو المناطق العميقة وحيفا وغيرها، هي هذه يعني تندرج ضمن إطار يعني الرد الطبيعي. أعتقد أن هناك أهداف، يعني لربما يتم استهداف وزارة الدفاع الكيان الصهيوني ومراكز حساسة، إضافة إلى إقدام المقاومة على استهداف بعض القيادات الإسرائيلية، لأن المرحلة تتطلب ذلك. وإذا لم يكن هناك هذا يعني الرد بهذا المستوى، فإن الكيان الصهيوني سيتمادى أكثر. نعم، اليوم تعمل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على عدة جبهات. اليوم عندما يحركوا في الشمال الإسرائيلي، في الشمال السوري، يحركون المجموعات الإرهابية أو يحركون يعيدون تنظيم داعش الإرهابي، صحيح. أو عندما يطلقون في العراق العديد من الأسرى وفي سوريا من المساجين 1200 داعشي دون أي مبرر، هذا كله يؤشر إلى أن هناك أمريكا تفتعل المزيد من الأزمات من أجل تخفيف الضغط على الكيان الصهيوني. لكن في نهاية المطاف أثبت هذا المحور، وأثبتت سوريا وإيران وكل المحور أثبت قدرته على تخطي هذه الأزمات. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، قد تتطور الأمور. الكلمة للميدان، وما يحدده الميدان هو سيقول كلمته من خلال المحور،
فإذا أرادت أمريكا الدخول في هذه الحرب كما أعلن مسؤولين أمريكيين بأننا سندافع عن وجود هذا الكيان، أعتقد أنه سيتم التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية مع قوى احتلال كما تعامل مع اليمنيون في البحر الأحمر، وسيتم استهداف قواعدها أيضا إذا ثبت تورطها في ذلك. هلا يعني اذا بدنا نتابع التطورات بنشوف انه في مو رغبه في الدفع باتجاه توسعه الحرب وانه تكون في حرب شامل في المنطقه، هي الرغبه الاسرائيليه وعلى ما يبدو بدعم امريكي، فبالتالي انه ومحور المقاومه عم بيحاول دفع او ضبط النفس بانه ما تتحول لحرب شامله. ليه محور المقاومه غير جاهز؟ ليس كذلك. تحدثنا منذ قليل وقلنا من يحدد توقيت المعركة، وهي مسألة مهمة. هذه الأشهر، هذه المرحلة، وهذا التوقيت في غياب إدارة أمريكية فاعلة، بعيدا عن هذا التصفيق الذي سمعناه في الكونغرس لنتنياهو، وبعيدا عن إرهاصات ما بين بايدن وترامب، وبعيدا عن هذه القضايا، هي مسائل داخلية للخارج. التصفيق بالكونغرس شفناه ترجم مبارح. دعيني أكمل. هي استعراضات استثمرها نتنياهو لتدافع ما باتجاه ما. الأغلبية في الكونغرس نعرف لمن وكيف تقاس الأمور وكيف يتم سياقها، هي مسائل داعمة معنويا، هي لرد الصدع الذي حدث في هز أسطورة هذا العدوان، هذا الكيان الصهيوني، والذي حدث باختراق حماس للداخل الكيان واستهدافه بهذه الطريقة، وكما تحدثت هي ردود أفعال أنا لا أراها حتى اليوم إلا هي ردود أفعال صهيونية عن الفشل في الداخل، سواء كانت جرائم أو إبادة أو استهداف شخصيات أو استهداف قادة. وتحدث الأستاذ شوقي أن استهداف القادة لا يعني أن المعركة قد حسمت، على العكس تماما، فالشهادة بالنسبة لنا في محور الشهادة هي عنوان وهي هدف، وليس هي هروب للأمام. في هذا الظرف التاريخي والإقليمي، في هذا التعقيدات للمشهد، في 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 رؤية الحقبة القادمة، نحن نتدافع نحو المعركة أو الحرب، سواء موضوعية في بعض بؤر التوتر، قد يكون الجنوب، الداخل، الجولان داخل سوريا، بؤر إرهابية، داعش في العراق، اغتيالات، كلها مسائل في منطقة بؤر التوتر لتسجيل الأهداف. الهدف النهائي هو المعركة. دائما هناك الآن الخارجية الأمريكية والتصريحات الأمريكية تريد استيعاب ما حدث، ولكن لم نتعود من الكيان إلا زيادة الغطرسة والعنجهية، فلذلك لن يمر. وقادرة المقاومة على الرد في الزمان والمكان والطريقة التي يمكن من خلالها إنجاز حالة أفضل. ولكن هل العقلاء في العالم الذين ليس لهم مصلحة في قيام حرب تجر الجميع لها هي حالة قائمة؟ هل يتم الرهان على هؤلاء العقلاء دائما؟ أم أن هناك مجرمي حرب كنتنياهو يجر المنطقة؟ أيضا هي مسألة داخلية للصهاينة يريد تصديرها للخارج. أي حرب تقوم رسمية للخارج ما بين دولة والكيان الصهيوني ستكون ذريعة لاستمرار هذه الحكومة وتعطيها مشروعية في الداخل، وهو عم يشتغل على هذا تماما. وهي القضية المركبة التي تحدثت عنها في بداية الحديث ما بين الشارع الصهيوني والحكومة، هي ليست فقط حكومة حرب، هي تعبر عن هذا الشارع الصهيوني، وأيا كانت الحكومة القادمة لن يتغير هذا الشيء. والدعوات التي تتم من الخارج لإقامة، وقد تعالت في مرحلة ماضية ومن قوى كانت مساندة للكيان الصهيوني باتجاه إقامة دولتين، وهل حل الدولتين ينهي الصراع العربي الصهيوني؟ أقول لا، قد يكون بداية لحالة جديدة. إذن نحن أمام مفاصل ومتغيرات وتبدلات مرهونة. هل متعسفي الحرب أو المجرمي الحرب كنتنياهو سيجرون الآخرين بما فيهم الإدارة الأمريكية، هل الحرب أمريكية أم يريد نتنياهو توريطها؟ مسألتين. الحرب الشاملة دكتور فريد من مصلحة من؟ الكيان الصهيوني بالوضع الحالي. الكيان الصهيوني هو المأزوم،
هو الخاسر، هو الذي يئن منذ 9 أشهر ما بعد 26 تحت ما حدث له. ما الذي تبدل؟ سوريا عانت من الإرهاب 13 عاما ولا زالت صامدة وستبقى، وكل السيناريوهات التي تحاك الهدف إخراج سوريا من محور المقاومة ولم ولن تخرج. إذن نحن أمام حالة، من يريد الحرب؟ هو نتنياهو يريد الحرب الشاملة. طبعاً الشاملة، طبعاً الشاملة. الآن حتى الداخل الأمريكي متوتر، الشارع الأمريكي متوتر. محاولات اغتيال ترامب ألصاقها بطرف إيراني، تراجع بايدن عن الترشيح، دفع بشخصية أخرى. إذن حتى الداخل الأمريكي ليس صاحب قرار اليوم، هو ليس صاحب فعل. إذن هو هل نتنياهو يدفعهم للحرب أم هم يضعونه في فوهة المدفع؟ هلا إذا إحنا حضرتك عم تقول إنه مصلحة الحكومة نتنياهو إنه تكون في حرب شاملة، لكن إذا منشوف نحن العناوين الكبيرة، وهلا طبعا هذا السؤال لحضرتك وللأستاذ شوقي. أستاذ شوقي، نحن كنا عم نحكي إنه هل الحرب الشاملة بمصلحة من؟ بيشوف الأستاذ الدكتور فريد إنه من مصلحة كيان العدو. لكن السؤال انه يعني محور المقاومه يقول هذه حرب وجود ومصير، يعني وهذا جاء على لسان السيد حسن نصر الله انه هي حرب وجود ومصير. ايضا الكيان يقول كذلك انها حرب وجودي. اذا نحن رايحين على حرب شامله حكما، لكن يبقى من يحدد التوقيت مثل ما ذكرت. لكن اعيد السؤال، لماذا لا تكون من مصلحة محور المقاومة هذه الحرب الشاملة، خاصة وأن محور المقاومة شكل طوق من النار حول إسرائيل، وبالتالي اغتنام فرصة وجود بايدن هنا مثل بعض ترامب وبايدن يعني نفس الشيء، لكن يعني على القليلة الخلافات بنشتغل على خلافات بين حكومة الأمريكية وحكومة نتنياهو. يعني اعتقد انه من مصلحة نتنياهو تصدير ازماته وفشله في داخل الكيان من داخل الكيان الصهيوني الى الخارج من خلال يعني توسيع بقعة الحرب. اما بالنسبة لمحور المقاومة فاعتقد ان محور المقاومة امام ويعتبر انه امام فرصة تاريخية، وكما أشار سماحة السيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في أحد كلماته، نحن في معركة تحتسب بالنقاط، وهذا ما حصل فعلا اليوم. عندما يعجز العدو ويستنزف على الجبهة الشمالية عن إعادة أكثر من 80,000 نازح ومستوطن صهيوني، عندما يستنزف أكثر من 300,000 جندي وضابط إسرائيل على هذه الجبهة، عندما يكون هناك ضغط اقتصادي وضغط اجتماعي يعجز الكيان عن حل، كل هذه العناصر هي تسجل لصالح محور المقاومة. على هذا المستوى أعتقد أن محور المقاومة وخاصة بعد محاولة نتنياهو تصدير أزماته للخارج والقيام بعمليات الاغتيال هذه، أعتقد أن هناك فرصة للرد والرد بشكل كبير، وسيندم الكيان على ما قام به. أعتقد أننا أمام فرصة تاريخية من أجل يعني إزالة هذا الكيان السرطاني تسبب بالعديد من الأزمات والمشاكل في المنطقة. أعتقد أن ما انقضى هذا الكيان منذ 10 أشهر وحتى الآن، يعني منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، هذا الكيان داخل الإنعاش يعيش على الأكسجين الأمريكي والغربي، ولولا الدعم الأمريكي والغربي لكان سقط منذ الأشهر الأولى لبداية المواجهات وفتح الجبهات. أعتقد أن هذا الدعم هو الذي يجعله يستقوي ويستكبر أكثر، بانتظار ما سنشهده في الأيام القادمة وما سيقرره الميدان ومحور المقاومة سيكون المشهد مختلفا. وأعتقد أن كل هذه العنتريات التي قام بها نتنياهو سيستخلص مستوطنيه وحتى قادته العسكريين بأن ما قام به ليس سوى حفلة جنون
وسيدفع ثمنها هو وكيانه. يعني انطلاقا من كلام سماحة السيد حسن نصر الله أنه هي حرب نقاط مثل ما ذكر الأستاذ شوقي، حرب نقاط، إذن نحن بحالة دائمة من الفعل ورد الفعل، الفعل تمام. الإسرائيلي ورد تمام. الفعل، يعني الالتحام المباشر عسكريا، يعني هلأ صرنا بدنا نحكي الالتحام المباشر هو اللي وقتها منقول يا دكتور فريد ويا أستاذ شوقي، الالتحام المباشر هو هذا وقتها منقول حرب شاملة؟ يعني حزب الله يعد بأنه لو تركنا، كمان سماحة السيد آلة، لو أراد الشباب أن يعبروا لعبروا، أنه بما معناه أنه كانوا قطعوا راحوا على الجليل، فبالتالي أنه هل الحرب المباشرة أو الحرب الشاملة تعني هذا الالتحام المباشر أم فقط النقاط؟ الآن عندما تحدثنا منذ قليل لمصلحة من إعلان الحرب، قد يكون لمصلحة نتنياهو لإخراج قضاياه الداخلية إلى الخارج، ولكن نتائج الحرب لن تكون لصالح الكيان قولا واحدا، ستكون لمصلحة المقاومة. خروجا من هذا الكلام ودخولا لما تحدثت اليوم، الحروب الهجينة، الجيل الخامس من الحروب، الحرب اليوم بالنقاط كما يقال، الحرب ما بين دولة ومقاومة إن كانت هي دولة، الحرب داخل دولة بين مجموعات إرهابية ودولة قائمة، هذه الحروب باستعمال كافة الأدوات والطرق، ومنها الحرب السيبرالية وحرب المعلومات والحرب الاقتصادية والحرب الصلبة بالقوة العسكرية المباشرة، أطراف هذه المعارك هي التي تحدد هذه الصيغة. تحدثت أستاذة وفاء عن تماس مباشر بين من ومن، هل نقول ما بين الدولة الإيرانية الإسلامية المقاومة والكيان الصهيوني؟ هذه حرب معلنة وحرب علنية، لكن أليست قائمة بصيغ أخرى؟ نعم، وهي حرب النقاط أو بطريقة أو بأخرى. أليس هناك صيغ لحرب باردة في العالم ما بين روسيا والولايات المتحدة؟ طبعا موجودة، إذن صيغ الحروب موجودة لا تختلف. لماذا نقول بؤر التوتر؟ لأن ليس هناك دخول مباشر بقوات مباشرة، رغم تواجد قوات أمريكية وقوات سورية، قوات روسية في سوريا، قلما اصطدمت هاتين القوتين مع بعضهما البعض، رغم تواجدهم، تواجد شرعي بطلب من الحكومة السورية للروس، وتواجد احتلال أمريكي في مناطق شمال شرق سوريا. هل أصبح هناك تماس مباشر؟ مرة أو اثنتين تم الاقتراب من بعضهما عبر طيران في مناطق وإلى آخره، وانتهى ولم يعد. هنا نقول أنه تماس مباشر. أما أنواع الحروب التي تدار اليوم، ومنها حروب المقاومة ضد الاحتلال مع وجود قواعد الاشتباك، تماما ولها قواعد اشتباك، وهي ما ذكرناها بخطوط حمراء كسرها نتنياهو بعنجهيته، بغطرسته، لتصدير مشاكله، لتأزيم الواقع أكثر، ردة فعل، كلها قضايا موجودة، لكن الحرب قائمة ولكن ليست بالصيغة الكلاسيكية. أستاذ شوقي، يبدو باغتيال الدكتور إسماعيل هنيه نتنياهو قتل الشق السياسي في هذه المعارك، قتل المفاوضات، قتل المفاوض الطرف الآخر. يقول بعض الإسرائيليين بالإعلام الإسرائيلي قتل مع إسماعيل هنيه قتل 120 محتجز أو الأسير الإسرائيلي. هل تعتقد أن الجانب السياسي في هذه المعارك، الخط الموازي أي المفاوضات، وخاصة اتفاق الدوحة، اتفاق القاهرة، أنه خلص ما بقى وبالتالي صارت لغة النار فقط؟ يعني هي الرسالة التي أراد إيصالها نتنياهو أننا لا نريد مفاوضات، هو يريد استعادة مجد هذا الكيان، يريد استعادة الصورة التي يعني كانت سابقا بأن هذا الكيان يده طولة وتستطيع أن تضرب في أي مكان في العالم، ولكن هذا غير صحيح. اليوم عندما يقدم الكيان الصهيوني على اغتيال دكتور إسماعيل هنيه، هو أقدم على اغتيال أي طريق للسلام أو للمفاوضات مع المقاومة، علما بأن المقاومة يعني لديها مشروع غير المشروع، لا تحمل مشروعا للسلام الإسرائيلي، تحمل مشروعا تحريريا لفلسطين من البحر إلى النهر. اليوم الكيان هذا الكيان الصهيوني
هو كيان قائم على القتل وارتكاب المجازر كالغدة السرطانية التي تتربى على امتصاص الدماء. هذا الكيان يعني اليوم بات أضعف مما كان عليه حتى لو قام بهذه العمليات. يعني عندما يتحدث قائد المنطقة الشمالية ويقول بأن حزب الله احتل الشمال دون أن تطع أقدام مقاتليه أرض الشمال، هذا اعتراف بالهزيمة. عندما يتحدث رئيس مجلس بلديات الشمال الفلسطيني ويقول نوجه تحية لرئيس حكومة الشمال السيد حسن نصر الله، أيضا هذا اعتراف سمح له يعيد ببعض الكيان الصهيوني وبقوة المقاومة. اليوم المقاومة تمتلك المزيد من القدرات، تمتلك الكثير من الخيارات وتتصرف بدراية وحكمة وتدرك الأهداف، لديها الكثير من الأهداف وبنك معلومات كبير. ما قام بعرضه الهدهد 1 و2 و3 كفيل بأن يعني أو يدلل على مدى وقدرة المقاومة في الوصول إلى هذه الأهداف. كما قلت سابقا اليوم سيتحدث السيد عبد الملك الحوثي، أيضا سيكون له كلمة في تمام الساعة الرابعة، أيضا سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في تشييع الشهيد القائد السيد محسن فكر سيكون له الكلمة الفصل في هذا الموضوع. بانتظار ما سيتحدث عنه سيد المقاومة وقادتها، أعتقد أننا أمام مفصل جديد وكبير وخطير. لكن المقاومة في كل الحالات وفي كل الأحوال هي مستعدة وجاهزة لأي احتمال مهما كان. ويدرك العدو الصهيوني بأن عملية الرد سيكون هناك رد، ولكن البحث الآن يجري حول كيفية الرد، مستوى عملية الرد، الأهداف. يعني منذ يومين طيب هون استاذ شوقي هون تل أبيب وغيرهم من المستوطنات، اسمح لي استاذ شوقي، عند مستوى الرد يعني نعلم بل علمنا عن الشخصية، شخصية السيد فؤاد شكر، شخصية قيادية من الطراز الرفيع، شخصية قيادية من الصف الأول، شخصية ذات إرث تاريخي وعسكري وعقلي وذهني ومكانة يعني بالعقل المقاوم وبالأرض وبالميدان، شخصية ما أنا عادية أبدا. فبالتالي لما بنحكي عن مستوى الرد يعني يقابل إزالة تل أبيب، إزالة إسرائيل. فبالتالي كيف ممكن يعني نحن عم نتنبأ، عم نحلل حاليا، شو بتتوقع يكون مستوى الرد قياسا بالشخصية المستهدفة؟ يعني أعتقد أن السيد محسن شكر أو السيد فؤاد شكر هو أحد المؤسسين في المقاومة، له تاريخ وباع طويل في المقاومة، وخاصة عندما بدأ صراع مع القوات الأمريكية في لبنان، وحيث تم ملاحقته منذ العام 1982 لغاية اليوم تلاحقه المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا شرف له. كان من أمنياته أن يختم حياته بالشهادة وقد حقق أمنيته. أعتقد أن يعني هو خسارة، يشكل خسارة، ولكن قبل ذلك تم اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد عباس الموسوي، وبعدها الحاج عماد مبني، أيضا استشهد السيد مصطفى بدر الدين أحد القادة العسكريين، أيضا منذ فترة الشهيد أبو طالب وثلاثة من شهداء القادة في المقاومة الإسلامية. ولكن هل هذا الاستشهاد يعني انعكس على المقاومة سلبا أو إيجابا؟ لا بالعكس، انعكس إيجابا. حول عملية الرد، يعني هؤلاء القادة زرعوا الكثير من الرجال ومن القادة، وكما قال سابقا سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر أن عماد مبني ترك لكم الآلاف من أبنائه وحملت يعني بصمته. كذلك بالنسبة للسيد محسن شكر، أعتقد اليوم
أن عملية الرد تحدده المقاومة ومحور المقاومة من حيث الهدف، من حيث مستوى الرد، من حيث طبيعة الرد، هل يكون هناك استهداف للمستوطنات أم سيكون هناك عمليات تصفية بعض قيادات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين. يعني هذا يترك للميدان ولغرفة عمليات المقاومة، الغرفة المشتركة التي يعني كما أشار السيد حسن أن هناك عملية تنسيق عالي بين محور المقاومة، وأن عملية الرد اليوم أعتقد ستتوضح الأمور أكثر بعد كلمة السيد حسن نصر الله طبعاً. في تشييع الشهيد القائد فؤاد شكر. طبعا نحن وبانتظار يعني هذه الكلمة، كلمة سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، بعتقد الساعة 5 اليوم. لكن يعتقد أن يكون الرد أيضا مركب، لأنه نحن أمام ثأر إيراني عراقي، وأيضا ما ننسى نحن قصف الأمير لكن للحديدة، فبالتالي يمكن كمان يعني لابد. بس عفوا أريد فضل. أن أشير هنا إلى نقطة، أن يعني نتنياهو الذي ارتكب الكثير من المجازر في غزة، والذي يعتبر حتى أن أسراه من القتلى ولا يريد استرجاعهم أصلا، خرج أو تحجج بحجة الدفاع عن أطفال مجدل شمس حين يعني قاموا بتركيب هذه أثناء وجوده في واشنطن. ومن المعروف أن مجدل شمس هي قرية سورية وعصية على الاحتلال، كانت ولا زالت عصية على الاحتلال، حتى أن تهديدات الأجهزة الأمنية والاستخبارات الإسرائيلية لأهالي مجدل شمس بعدم التصريح عن طبيعة الصاروخ الذي سقط، عدم الذهاب إلى فتح تحقيق دولي دقيق يحدد مسؤولية كل هذه الحجج، بأكد أنه هي زريعة إسرائيلية الصهيوني ذريعة من أجل استثمارها. عندما يقوم أهل مجدل شمس برفض استقبال رئيس حكومة العدو وبعض المسؤولين الإسرائيليين بتقديم التعزية، هذا يؤكد أن هذا الموقف يدلل ويؤشر على من يقف وراء هذه الجريمة. الرحمة لشهداء مجدل شمس، آمين. والتحية لمجدل شمس ولشعبها الصامد والعصي. يعني حتى بالعقل الصهيوني دكتور فريد، كيف تم اختيار مجدل شمس يعني انه لزرع الفتنه وبالتالي في الجنوب السوري والى اخره. لكن يعني بسؤالي الاخير بهي الحلقه، ونحن طبعا المنطقه كلها بنقول نحن على صفيح ساخن، لكن ما يثلج الصدر ويعلي العزاء هو الرد من المقاومة الذي هو آت لا محالة. لكن السؤال، يعني هناك تقارير تقول أنه بنج الأهداف الإسرائيلية لاستهداف شخصيات في المنطقة لم ينتهي مع ضوء أمريكي واضح، يعني كأنه بدلل على صحته ما جرى في الأيام الماضية. هي مساحة ممكن أنه انتهت، هي مساحة مفتوحة، لا يستطيع أحد. لم نكن نتوقع في السياسة طبعا، لم نكن نتوقع أن يذهب الكيان الصهيوني إلى اختراق الخطوط الحمر، لكن عندما أحرج في الداخل صدر أزمته بهذه الطريقة الوقحة، دمر غزة، البنى التحتية، مجازر، قتل بشكل يومي. الآن ما يحدث يغطي على هذه الأفعال الصهيونية، ولكن كما قلت هذه الفترة قبل وصول إدارة أمريكية جديدة في مرحلة ما يحدث في المنطقة من تقارب عربي عربي وعربي إقليمي لا نستطيع إخراجها من هذه القضية، الضغوطات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأحداث التي تتالت ووصول طبقة سياسية جديدة لإدارة السياسة في إيران بعيدا عن المقاومة، خط المقاومة ثابت. إذن هناك ضغوطات، هناك تحديات، هناك تعقيدات، تعقيدات كاملة للمشهد بإدارة دولية أو بفوضى إقليمية، ما بينهما الكثير من المسائل. الآن مجلس الأمن سأصدر تصريحات منها للتهدئة ومنها للإدانة بعد الشكوى
التي قامت بها دولة إيران. الاتحاد الأوروبي أرسل موفدين للحديث والتهدئة. بلينكين يتحدث في الإعلام عن تهدئة. لكن لماذا يريدون حصد نتائج غطرسة الكيان الصهيوني بطريقة أو بأخرى؟ لذلك نوع من الحماية للكيان. مساحة السياسة مفتوحة ولم تتوقف، ولا أعتقد أنها تتوقف إلا ما عندما يشعر الغرب والولايات المتحدة والكيان الصهيوني بحالة الردع. إذن ما تحدثت عنه عن انتظار الرد، الرد هو الذي سيحدد القادم، لأن عدم الرد سيؤدي إلى زيادة الغطرسة. طبيعي طبعا، وبانتظار هذا الرد يعني كل العيون شاخصة لهذا الرد الذي نقول دائما نكرر، وصار يعني هذا معتقد وصار من صلب ومن أساس الوجدان والذهنية العربية لشعب المقاومة، لجمهور المقاومة، أن الرد آت لا محالة. وبالتالي يمكن من 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 كرم الله على المنطقة وجود هذه المقاومات، وجود قيادة في سوريا، وجود جيش العربي السوري الذي دافع 13 سنة في وجه الإرهاب وأسس أو حصن لما نشهده الآن. أنا بدي أتشكركم الدكتور فريد ميليش، الباحث في العلاقات الدولية، شكرا لحضورك معنا. ومن بيروت وعبر خدمة سكايب أشكر الأستاذ الكاتب الإعلامي شوقي عواضة، شكرا لوجودك معنا، وإن شاء الله منلتقيك بالقادم من الأيام ونحن نحتفل بالنصر المؤزر إن شاء الله. إن شاء الله. يا أهلا. أما الشكر الأكبر فلكم أنتم مشاهدين، ألقاكم في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.